Problem 1 First Exam November 2021 Will a ball thrown upwards from ground with an initial velocity 21.4 meter per second It reaches the point B اللي هي at maximum height and returns back Then it passes the point C that is 10.4 meter above the ground مسافة دي 10.4 meter في البارت A بيقول what is the height of the point B اللي هي maximum height يعني طالب ال H عندنا ال V note 21.4 meter per second at maximum height ال V final ب 0 يبقى دول معلومتين وعندنا free falling فالacceleration negative 9.8 meter per second square بدون ما يقول لنا ايه أفضل قانون عشان نجيب الـ H اللي يكون مفهوش تايم لأنه مش طالب التايم ولا مدهاني نحط القوانين قصادنا اللي موجودة في الفورمولا شيت طبعا مش محتاج تحفظها عندنا الـ V note والـ V final والـ acceleration وطالب الـ H يبقى القانون اللي مفهوش تايم هو الثاني ولان ال V final square V note square plus 2A dy ال V final at maximum height ب 0 ال initial velocity 21.4 square plus 2 negative 9.8 في ال H إذن 19.6H جبتها left side equals 21.4 square نقسم نربع 21.4 square ونقسم على 19.6 بالآلة يطلع 23.4 meter ده البارت A البارت B will how much time did it take to reach the point B عند الماكسيمم هايت أيضا دلوقتي بيسألني عن التايم يبقى الـ H مش عندي اللي احنا حسبناه ده كأنه مش عندي نبدأ من الأول عندنا الـ V note والـ V final وعندنا الـ acceleration وطالب التايم ندور القانون مفهوش H هو القانون الأول مفيش غيره اللي مفهوش H مع أننا حسبناها ما تستخدمهاش استخدم قانون في الأشياء اللي ما حسبتهاش احنا حسبنا الـ H بخلص نبعد عن الـ H اللي هو الدلتا واي موجود في الدلتا واي موجودة في القانون الثاني والثالث والرابع نروح للقانون الأول عشان نستخدم الـ given data هكتب إن الـ V final يساوي الـ V initial plus الـ A T الـ final velocity at maximum height بـ 0 الـ initial velocity 21.4 الـ acceleration negative 9.8 مضروبة في الـ T إذا 9.8 T equals 21.4 إذا الـ T نقسم الـ both sides على 9.8 بالآلة يطلع 2.18 seconds وده الـ time المطلوب للوصول للـ maximum height الـ part C طالب how much time أيضا طالب time did it take to reach the point C البوينت سي وهو راجع طبعا في تايم واحنا صاعدين بنمر على السي واحنا كمان نازلين بنمر على السي هو بيقول then it passes returns back then it passes يعني عايز التايم للوصول لسي اثناء رحلة العودة نبدأ برضو من البداية عندنا الفي نوت ما عندناش البي فاينال خلاص عند السي ما عندناش السرعة النهائية عندنا الارتفاع دي واي وعندنا الاكسلريشن مش طالبين الفاينل فيلوستي ولا عندنا نبعد عن القوانين اللي فيها الفاينل فيلوستي الاول الثاني الرابع ملناش دعوه بيه نروح للقانون الثاني في سكويرد ايكوالز في نوت سكويرد بلس 2 في الاي في الدي واي انا قلت الفي لا نبعد عن القانون قلنا الثاني بعد نشتغل في القانون الثالث اللي ما فيهوش الفي فاينل
ما عندناش الفي فاينل وكمان ما عندناش التايم، وبالتالي هنصطدم بتو انونز في معادله واحده. نكتب ان الدي واي القانون الثالث ايكوالز الفي نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الدي واي هو بدأ من الجراوند صعد لفوق ونزل، فنقطة سي أعلى من الجراوند، أعلى من بداية الحركة، يبقى موجبة بـ 10.4. الفي نوت بدأ بـ 21.4، التي مجهولة، هاف في نيجاتيف 9.8 في تي سكوير. وطالما عندنا تي سكوير يبقى في تو سولوشنز للكوادراتيك إيكويشن. أكيد التايم هو صاعد والتايم هو نازل. التايم أثناء العودة بيكون أكبر من التايم أثناء الصعود، ناخد التايم الأكبر. نعدل المعادلة 4.9 تي سكوير جبتها الليفت سايد، ماينس 21.4 تي جبتها الليفت سايد، بلس 10.4 إيكوالز 0. نستخدم الآلة، هستخدمها معاكم. هقول مود، هكتب لكم اهو مود 5 3، وندخل الكوفيشنتس. طبعا شكل المعادله لابد يكون كله كل 3 تيرمز ليفت سايد، اللي هو الكوادراتيك تيرم واللينير تيرم والكونستانت تيرم، كلهم ليفت سايد وايكوالز 0 في الرايت سايد. واقول مود 5 3، وادخل 4.9 وادوس ايكوالز نيجاتيف 21.4 ايكوالز 10.4 ايكوالز، وكمان مره ايكوالز واشوف النواتج. التي 1 3.81 سكندز، قد يكون الثاني اكبر او اقل، ناخد الاكبر. كمان مره ايكوالز 0.56. طبعا الثاني ده اثناء الابورد تريب، ده ريجكتد مش ده المطلوب. الاكبر هو اثناء الداون وورد وده الاكسبتد. بتقول للدكتور او تعمله اندرلايننج الاجابه اللي انت عايزها وتحط صح، تحط على ده غلط، يعني وريله كل الامكانيات عشان ما يتلككلكش. يبقى التايم المطلوب للوصول لسي اثناء العودة هو 3.81، هو التايم الاكبر.